محطتنا الأولى رشا رح نبدأ فيها طبعا بمساحة إيمانية نستذكر فيها الصوم الأربعيني الكبير وزمن التحضير للفصح مرورا بالمدائح والأسبوع العظيم وصولا إلى سبت النور والقيامة. رسالة الفصح رح نتحدث عن معانيها أكثر مع طبعا قدس الأب سامي حسني كاهن في رعية القديس يوسف. صباح الخير أبونا، ينعاد عليك فصح مجيد المسيح قام حقا قام. أسعد صباحك أبونا وأهلا وسهلا فيك وبكل عام وأنتم بألف خير. أنتم بألف خير وأيام مباركة ومقدسة وفصح مبارك وقيامة مجيدة. آمين يا رب. بداية أبونا خلينا نحكي ونتوسع عن المسيرة الإيمانية اللي نحن بنعرف أنه بتبدأ بأول أيام الصوم الكبير. هي مسيرة طويلة للصراحة. المسيرة هي بتبدأ بالصوم المبارك اللي بيستمر 40 يوم إضافة أسبوع الآلام. هالمسيرة هي بنسميها نحن مسيرة توبة ومسيرة عودة إلى الله. هالمسيرة هي مسيرة صوم بسموها صوم وقطاعة، توبة، ندامة، صلوات مكثفة، كلياتها الفترة هي بنقضيها فترة استعداد للعيد الأهم بالنسبة لنا هو عيد الفصح المجيد. أيام رائعة جدا حقيقة، فيها طقوس رائعة، فيها طقوس كلياتها بتحرض على التوبة وعلى الندامة وعلى العودة إلى الله له المجد. الفترة هي فترة الصوم تستمر لمدة 40 يوم، ومن ثم في عنا ما قبل أسبوع الآلام، في عنا حدث عظيم هو بسموه سبت العازر. المسيح يسوع عمل العجائب وعمل المعجزات الكثيرة، ولكن قمة الأعاجيب كانت بالنسبة لنا هو إقامة لعازر من بين الأموات اللي ظل 4 أيام ميت، وفيما بعد الرب يسوع المسيح أقامه من بين الأموات استباقا لتحضير لقيامته من بين الأموات. هالحدث العظيم والحدث الكبير اللي هو حدث إقامة لعازر أكد للجموع كلياتها أنه المسيح يسوع هو المسيح المنتظر اللي تنبأوا عنه الأنبياء أنه رح يجي لحتى يعطي الخلاص ويعطي الخلاص للبشرية جمعاء. الجموع كلياتها استقبلت المسيح يسوع في أورشليم بأحد اسمه مسميه أحد الشعانين، وأحد الشعانين هو دخول المسيح إلى أورشليم واستقباله استقبال الملوك الفاتحين المنتصرين، واستقبلوا للمسيح يسوع بسعف النخل وأغصان الزيتون، ورتلوا ترتيلة ورنموا ترتيمة هو شعنة في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. هل استقبال للمسيح يسوع بسعف النخل اللي ترمز إلى النصر وترمز إلى الانتصار، وأغصان الزيتون ترمز إلى السلام. المسيح يسوع بخلاصه اللي تممه على خشبة الصليب وقيامته المجيدة حقق للبشرية النصر والانتصار، النصر والانتصار على الخطيئة والنصر والانتصار على عالم الموت، وطئ الموت بموته. يعني في عنا الرمز الأول هو النصر والانتصار بموت يسوع على الصليب وقيامته بين الأموات، والسلام اللي أعطاه المسيح يسوع بفدائه كمان صالح الأرض مع السماء بفدائه وموته وقيامته من بين الأموات. هذا بالنسبة لأحد الشعانين، يعني هالاستقبال اللي كتير عظيم استقبلوه للمسيح يسوع ونادوا هو شعنا، كلمة هو شعنا أي خلصنا، ولكن هل خلاص ما تممه يسوع بيش أحد الشعانين أو بيوم الشعانين، لا بل حققوا إمتى بموته على خشبة الصليب. لما مات على الصليب وطئ الموت بموته ووهب الحياة للذين في القبور، عطانا قيامة وحياة جديدة. نعم. هذا بالنسبة للبدايات ما بعد. هلأ عنا في ما بعد الصوم المبارك في عنا دخول بأسبوع الآلام مثل ما حكينا، هلأ بلشنا باستقبال المسيح في أورشليم وصرخة الجموع وصرخة المؤمنين لليوم وللحظة. نحن مرتنم ومرتن هالعبارة هي وشعنا في العالي مبارك الآتي باسم الرب.
أبونا سامي، حضرتك تحدثت عن أحد أشعانين وبداية بعد أسبوع الآلام، هذا الحدث العظيم أو عيد الأعياد كما نسميه، هناك صلوات كثيرة لها أهمية، مثل نتحدث أكثر عن طبعا يا رب القوات أو الأقداس السابق تقديسها وصلاة المدائح. هالصلوات هي في كلها موجودة بأيام الصوم المبارك. يعني بأيام الصوم كنا عم نحكي إنه صلواتنا مكثفة، كلياتها تحريض على العودة إلى الله وتحريض على التوبة والندامة والعودة للأحضان الأبوية. صلوات مكثفة، يعني إحنا بنسميها مثل الرياضة الروحية. هالتكثيف للصلوات كلياتها بتساعدنا لحتى نتقرب أكثر للرب. فيها صلوات يا رب القوات، صلاة البروجزمينا بسموها الأقداس السابق تقديسها، يعني إحنا نكون عاملين تقديس للأرابين سابق بيوم سابق، وفيما بعد تبقى القرابين حتى مساء أو الغروب بيوم الغروب، في تقام صلاة هي صلاة الغروب، ومن ثم تنقل القرابين إلى الهيكل، ومن ثم يناول المؤمنين جسد المسيح ودمه، يسموه الأقداس السابق تقديس. هلا نحن هيك عم نحكي لساعتنا بأيام الصوم. فيما بعد هلا منفوت هلا بأسبوع الآلام. هلا عنا أسبوع الآلام، بلشنا بالشعانين، هلا عنا أسبوع الآلام بلشنا من اليوم أو من ليلة مبارح، طبعا بسموه صلوات الختن أو صلوات العريس. بيقولوا عنا هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، يعني نحن عم ننتظر العريس الإلهي اللي هو المسيح يسوع. كل صلوات بتحكي عن آلام الرب، عن آلام المسيح يسوع، دخول بأسبوع الآلام. نحكي عن الأحداث اللي بيحكي عن الإنجيل المقدس، بيحكي عن سهر العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات، بيحكي عن توبة الإمرأة الخاطئة، بيحكي عن التوبة والندامة. بنحكي من فيما بعد عن الأحداث اللي تمت خلال الفترة ما قبل الصلب، اللي هي التآمر على المسيح يسوع والتسليم من قبل يهوذا، وفيما بعد صلاة يسوع في بستان الزيتون، وألم يسوع ووجع يسوع النفسي ما قبل وصوله إلى الصلب، إلى أنه اليوم الخميس مساء منسمي الصلاة هي صلاة قراءة 12 إنجيل، وفيها بقلبها الإنجيل 12 في عنا قراءة إنجيل صلب المسيح يسوع. وهون بهالرتبة هاي بيصير في بسموه العشاء السري، وفيما بعد في رتبة اسمها رتبة صلب المسيح يسوع، رتبة رائعة جدا، في حضور كتير مميز ورائع جدا، فيها صلب للمسيح يسوع ومترتل ترتيلة اليوم علق على خشبة. يوم كثير حلو ورائع، بيزوروا فيه سبع كنائس، هي المحطات اللي مرق فيها يسوع المسيح ما قبل صلبه، وبهالليلة هي بتفتح الكنائس كمان، بيضلها ساعة متأخرة من الليل، بيصير في زيارات للمؤمنين، بيزوروا الكنيسة بيتبركوا، وفيها اعترافات كمان للمؤمنين. هي بالنسبة للخميس. أما يوم الجمعة في رتبة كمان، هي رتبة صلاة الغروب، فيها إنزال المسيح يسوع عن الصليب، كمان فيها صلاة حلوة، مننزل المسيح عن الصليب ومن ثم نوضعه بالنعش تحضيرا لجناز المسيح الذي يقام بكنائسنا كلها على أغلب بعض الظهر الساعة السادسة. هذا بالنسبة لرتبة اسمها رتبة إنزال المسيح عن الصليب، ومن ثم عنا رتبة جناز المسيح تقام الجمعة مساء. وسبت النور. هلأ جينا للحدث اللي بعد منه، هو الحدث المهم بالنسبة لنا جدا ومحور إيماننا المسيحي متعلق بقيامة المسيح من بين الأموات. هلا السبت هو سموه سبت النور، سموه فيض النور. هل رتبة هي انه المسيح يسوع لما مات على خشبة الصليب بنقول انه انحدر الى الجحيم، انحدر الى الجحيم، الى عالم الموت،
يعني نزل إلى عالم الموت، إلى عالم الظلمة، ولكن نقل البشرية من عالم الظلمة إلى عالم النور. هو النور بالأصل بسموها رتبة فيض النور، يعني عبور البشرية من عالم الظلمة إلى عالم النور. هل رتبة هي كتير كمان حلوة، توزع على المؤمنين شموع مطفأة ببداية الصلاة، الكاهن بيخرج بيروح لخلف الهيكل، وهناك في عنا زيت مبارك ومقدس وفيه شعلة النور، بيصير في صلاة خصوصية لفيض النور لبركة الزيت وبركة النور المقدس. بياخد الكاهن الشمعة المضاءة وبيطلع باتجاه المؤمنين، والجميع بياخدوا النور من الشمعة الأساسية اللي هي شمعة نور المسيح يسوع له المجد، وبيعملوا طواف داخل الكنيسة مرتلين ترتيلة رائعة، استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة، أورشليم الجديدة يعني الكنيسة اللي أسسها الرب، أورشليم الجديدة، استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة، إن مجد الرب قد أشرق عليك. فشروق النور المسيح يسوع من 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 أبر المسيح شع نور القيامة. هذا بالنسبة لسبت النور، فيض النور. أما الحدث العظيم هو قيامة المسيح بين الأموات، هي صباح يوم الأحد. بها الصباح مثل ما بيقول الإنجيل المقدس، عند طلوع الفجر النسوة حاملات الطيب بيتوجهوا طبعا حسب العادة المتبعة أنه يصير في تطيب لجثمان المتوفى. وقت النسوة حاملات الطيب بيتوجهوا نحو القبر وبيشوفوا أنه الحجر قد دحرج وأن المسيح يسوع قام من بين الأموات. ملاك الرب بيتراقى لهم ويقولوا، يقال أو هو حسب الإنجيل المقدس أن المسيح يسوع هو اللي ظهر لهم، لما تطلبنا الحية بين الأموات، اذهبنا وبشرنا العالم بأن المسيح يسوع قام من بين الأموات. في عنا حدث عظيم هو قيامة المسيح. النسوة حاملات الطيب تراءى لهم المسيح القائم من بين الأموات، وصيرهم وجعلهم رسولات ومبشرات بالقيامة. دحرج الحجر عن باب القبر، النسوة حاملات الطيب بيبشروا التلاميذ الأطهار بقيامة المسيح يسوع، بيروحوا التلاميذ على القبر كمان بيلاقوه فارغ. هذا الحدث العظيم إنه هو قيامة المسيح، هو بالنسبة لنا هو الحدث الأبرز. المسيح يسوع انتصر على الموت، والمسيح قام من بين الأموات، وطئ الموت بموته، ووهب الحياة للذين في القبور. القيامة هو حدث عظيم بالنسبة للكنيسة المقدسة، بنسميه الفصح، بنسميه العبور، بنسميه القيامة. المسيح يسوع قام من بين الأموات، تراءى للنسوة حاملات الطيب، تراءى لتلاميذ، وتراءى بيقول الكتاب المقدس أو الإنجيل المقدس، تراءى لأكثر من 500 شخص، وظل مع الكنيسة الأولى بنسميها لمدة 40 يوم ما قبل صعوده إلى السماء. وطبعا بيحكي لنا الإنجيل المقدس عن ترائيات القيامة ما بعد قيامة المسيح يسوع. والحدث نحن نحتفل فيه بطقوس محددة، طقوس معينة إلى رمزية كتير حلوة. في عنا بيوم الفصح المؤمنين كلياتهم بيطلعوا خارج الكنيسة، إذا شايفين الحدث طبعا شي مرة من المرات بيسموه رتبة الهجمة، بيطلعوا المؤمنين خارج أبواب الكنيسة وخارج الكنيسة مع رئيس الكهنة أو الكاهن. طبعا خارج الكنيسة يقرأ إنجيل القيامة ويرتل أن المسيح يسوع قام بالأموات لعدة مرات. ومن بعد منا الكاهن أو رئيس الكهنة بيدق على الأبواب بيقول افتحي أيتها الأبواب الدهرية فقد أتى ملك المجد. يجاوبوا من هو ملك المجد؟ هو الرب الجبار القدوس اللي انتصر على الموت. وقتها من بعد ثلاث
قرعات على الباب، يفتح الباب بقوة، ومن ثم المؤمنين الخارجي خارج الكنيسة بيدخلوا مع الكاهن إلى داخل الكنيسة. هالحدث هو حدث العبور، كلمة فصح عبور. المسيح يسوع، كنا نحن بدون المسيح يسوع نحن كنا خارج السماء، كنا خارج الملكوت بسبب البعد عن الله وبسبب نحن بنسميها الخطيئة الأصلية. المسيح يسوع اجى انتصر على الموت وعبر فينا، كنا برا خارج السماء ودخلنا إلى الكنيسة، عبر فينا من الموت إلى الحياة، عبر فينا من الظلمة إلى النور. شايفين هيدا الحدث الكثير عظيم. ومن ثم عنا الطقوس الرائعة جدا، في عنا صلوات مكثفة بتحكي وبترنم عن أن المسيح يسوع عطى الحياة البشرية، المسيح يسوع هو الفصح الجديد، المسيح يسوع جدد البشرية، المسيح يسوع جدد الخليقة بفدائه وموته على خشبة الصليب، ولكن الأحرى بقيامته من بين الأموات، عطانا حياة جديدة وجعلنا خليقة جديدة على صورته وعلى مثاله. تمام. أبونا اليوم قدين احنا بحاجة نعيش معاني هذا الحدث العظيم بحياتنا؟ في عنا على الصعيد أكيد على الصعيد الشخصي نحن بنقول عنه كمؤمنين، نحن بنقول كمؤمنين نحن بنركز على أنه نحن ما نعيش طقوس خارجية فقط أو صلوات خارجية فقط، لا، بل نحن نعيش الفصح، نعيش التجدد، نعيش التغير، نعيش التبدل. الإنسان ما لازم يبقى مثل ما هو، ونحن المسيح يسوع جاي حتى يجعلنا وصيرنا خليقة جديدة، خليقة جديدة على صورته وعلى مثاله. يعني نحن بنسميها الإنسان القديم اللي فينا إنسان الخطيئة، إنسان الخطيئة اللي نحن عايشين فيه لابد أنه يموت ويتلاشى ويظهر مكانه الإنسان الجديد. الإنسان الجديد اللي هو لابد أن يكون إنسان مثل بقوله المسيح يسوع صار إنسانا ليصير الإنسان إلها. نحن بقول كمان حتى يأنسن نسميها كمان الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية اللي أصيبت بالخلل، دخل فينا الحقد، دخل فينا الكراهية، دخل فينا النميمة، دخل فينا خطايا كتير نحن عم نرتكبها، شرور كتير كبيرة عم يرتكبها الإنسان، طبيعته ما عاد صفت طبيعة سليمة وصحيحة. كم نحن كمؤمنين مسيحيين بنقول إنه لابد نحن مع المسيح يسوع، مع المسيح يسوع يموت هالإنسان القديم، هو جاء حتى يميت الموت اللي فينا ويعطينا حياة جديدة ويعطينا قيامة جديدة ويعطينا إنه نحن نكون أفضل وأحسن. يعني بتغير الإنسان بالفصح من إنسان القديم للإنسان الجديد، يكون عنده حقد وكراهية تحول للحب والمحبة، يكون عنده فساد بحياته بتحول الإنسان الصالح، بتحول من إنسان سيء إلى إنسان أفضل. هذا الشيء كتير كتير مهم بالنسبة لنا، نحن دائما ندور ونبحث عن الإنسان الصالح والإنسان السوي والإنسان اللي هو حقيقة هو مفيد، شاهد والشاهد المسيح يسوع بمسلكيته وتصرفاته، وفي ذات الوقت كمان هو صالح لمجتمعه للعالم اللي احنا عم نعيش فيه. وهي هي نحن دائما طموحنا ورغبتنا انه نصدر ويكون للبشرية اناس صالحين ونسميهم قديسين، وهذا الشيء تحقق او عم يتحقق نشكر الله عبر التاريخ. كتير مؤمنين مسيحيين تغيروا بلقائهم بالرب، بلقائهم بالمسيح يسوع، وغيروا العالم، غيروا العالم. ومنهم رسول الأمم نحن نسميه بولس الرسول، اللي نحن مدينة دمشق مشهورة بهداية مار بولس على أبواب مدينة دمشق، المسيح القائم من بين الأموات اللي ترقى له وحول حياته وغير وبدل شاول لماذا تضطهدني، وقتها قال له من أنا، من أنت يا سيد؟ قال له أنا المسيح يسوع الذي أنت تضطهده. ووقتها تحولت حياة مار بولس والتقى بالرب والتقى بالمسيح يسوع ونال المعمودية في مدينة دمشق وصار رسول فيما بعد، بشر البشرية جمعاء. تخيلوا المسيح يسوع شو سوى بمسيرة حياة الإنسان اللي هو شاول، صار اسمه
بولس الرسول اللي تحول من مضطهد، من شخص بده يقتل، شخص بده يحارب، لإنسان مليان حب، مليان محبة، ومليان إيمان، ونقل الإيمان للعالم أجمع، ووصله لروما واستشهد هناك. هذا هو التحول اللي بيدعينا المسيحية يسوع له، التحول والتغير، التبدل، التجدد. يعني هذا الشيء كثير مهم، ونحن بنتمنى أنه كل إنسان يعيش هالتجدد ويعيش هالعبور وهالفصح. نعم، يعني أبونا دائما نحن عم نتحدث عن هاي الرموز، رموز يوم القيامة، دائما بيستحضرنا الوضع اللي نحن عم نعيش فيه. من فترة ليست بالبعيدة مرينا بأسابيع آلام بعد الكارثة الإنسانية اللي مرت فيها سوريا، اللي هي كارثة الزلزال. دائما بنقول يا ربي على رجاء القيامة بأن تقوم سوريا من آلامها اللي ما زالت 12 سنة. قد ايه هذا الحدث ممكن يقوي إيمان الناس ودائما يذكرنا انه بعد العذاب هناك في راحة، وبعد العذاب في قيامة؟ أكيد. يعني الصعوبات اللي مرينا فيها أكثر من الزلزال يعني بكثير. يعني الصراحة نحن عشنا آلام كثير كبيرة بهالبلد، يعني من ابتداء من الحرب الكبيرة اللي صارت على بلدنا، الحرب الإرهابية اللي أكيد دمرت الحجر ودمرت البشر وغيرت القلوب وغيرت المفاهيم وغيرت العلاقات الإنسانية. هذا كتير كتير كان هذا بالنسبة لنا صعب. هذا بالدرجة الأولى نقول على هالموضوع أنه كمان بده ينشغل عليه على كل الصعود، يعني على الصعيد الكنائسي وعلى صعيد البلد وعلى صعيد كل المعنيين بهالشأن. العمل على الإنسان هو رقم واحد أيا كان، مطلوب انه ينشغل على هالانسان، لانه هو هالانسان اذا صار في بناء له، بناء سليم وبناء صحيح وبناء حقيقه يقدر نحن نعتمد على هالانسان هذا اللي حقيقه ابن هالبلد، اكيد الامور كثير بتتغير وبتتبدل. على كمان الصعوبات اللي مرقنا فيها اكيد هي كمان فتره الكورونا اللي مرقت، كمان سببت لنا متاعب كتير كبيرة. الحرب الاقتصادية، وجانا هلأ موضوع الزلزال اللي هو مأساة كتير كبيرة، وأكيد سببت لنا جميعا الألم والوجع، خاصة للأشخاص اللي تضرروا، اللي هن تهدمت مساكنهم، واللي البعض منهم طلعوا من بيوتهم ونزحوا وتركوا. نقول نحن انه اكيد الموضوع هو كثير فيه صعوبه، ولكن اذا تحققت الاراده انه نحن نرجع نعمر، نرجع نبني، نرجع نصنع شيء لهالبلد. وهذا الشيء اكيد ما بيصير بايد وحده. هذا الموضوع بده تكاتف مثل بيقولوا مجتمعي، يعني كل المجتمع السوري اكيد بده يتكاتف حتى يساعد ويساند هالمصيبة أو الضرر الكتير كبير اللي أصاب هالبلد الحبيب سوريا. بقى موضوع كتير بده عمل وكتير بده شغل وكتير بده تعب. أكيد نحن الموضوع أكيد إذا الكل عنده هالإرادة وهالرغبة بالبناء وبالعمار والإعمار والتغير والتجدد، أكيد هذا الشيء رح يساعدنا ويساندنا لحتى أكيد تكون أمورنا أفضل وتكون أحسن إن شاء الله. إن شاء الله أبونا بهذا اليوم العظيم تكون قيامة لسوريا بنصر سوريا وأعمار سوريا. ودائما مثل ما قلت وذكرت حضرتك، نحن بحاجة للصبر والاستمرار، ودائما يكون في عنا أمل أنه نحن بالغد قادرين نعمل شيء ويكون تعويضي للأحداث اللي مضت بحياتنا. أبونا هيك بمعايدة من حضرتك لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم عبر الإخبارية السورية، منحب نعايد الجميع أكيد بعبارة المسيح قام حقا، قام المسيح يسوع أجل حتى يعطينا رجاء، يعطينا حياة جديدة. خلينا نوثق بقيامة المسيح يسوع، وفي ذات الوقت المسيح يسوع قام، ولكن بريد كمان يعطينا نحن أنه نحن نقوم من هالوهن اللي نحن عايشين فيه والضعف اللي نحن عايشين فيه. بدون إيمان وبدون رجاء بحياة جديدة ما حدا يفكر نهائيا أنه تكون حياته أفضل.
إيماننا رجاءنا هو اللي بيعطينا أنه نحن نكون منتصرين ونكون أقوياء ونكون أشداء ونكون خليقة جديدة، والله يعطينا حياة جديدة إن شاء الله لإلنا، ويعطي حياة جديدة لكل إنسان وجميع السوريين إن شاء الله. قيامة قيامة دائما لبلدنا الحبيب سوريا. شكرا لك قدس الأب على استضافتنا أيضا بالكنيسة والمسيح قام. حقا قام، الله يخليكم. شكرا لكم ولمحبتكم. لك أبونا وكلام، وأنتم بألف خير. بألف خير. شكرا لك.